غرناطة، يا أهل غرناطة، استمعوا إلى بلاغ جلالة الملك فيليب الثالث بناء على طلب الكاردينال بليدا وطلب زوجتنا مارغريتا صاحبة الكراهية المقدسة للمسلمين الموريسكيين. فقد أمرنا في هذا اليوم المجيد من عام 1608 بما هو آت: أولا، استمرار التنصير الإجباري الذي بدأه والدنا فيليب الثاني عام 1573. ثانيا، الاستمرار بحرق الكتب العربية في ساحة باب الرملة بغرناطة مع استثناء الكتب العلمية لإيداعها في الكنيسة والاستفادة منها. ثالثا، ملاحقة كل من تلبس الحجاب وكل من يعمل بصناعة السلاح والصرافة. رابعا، إعطاء صلاحيات مطلقة لمحاكم التفتيش. خامسا، حصر الطرد الإجباري نحو أوروبا دون غيرها، وعلى خفر السواحل والمتعاونين منع وصول المارقين إلى البلاد الإسلامية. سادسا، أخذ أطفال المسلمين لتوزعهم الكنيسة في الشمال الإسباني. يا أهل غرناطة، هيا بنا يا عثمان إلى جبال البشرات. لما تركنا غرناطة؟ لترى رفاقك. نقلت مدرستي إلى هناك يا بني، ولكن شهر رمضان ما زال بعيدا. أجل يا ولدي، وما زال عليه شهران. إذن الآن نحن في شهر رجب الحرام. وهل يعرف هؤلاء معنى الحرام؟ وكل حرام عندهم مستباح. هذا جيد، سينضج سريعا إذا غطينا القدر جيدا. لما تتعب نفسك يا سيدنا وفقيهنا؟ على رسلك يا شيخ صالح، فلن يضبطنا أحد المتلبسين بطبخ الطعام الحلال. عثمان، هؤلاء هم أصدقاؤك يا عثمان، اذهب الآن لتلعب معهم وسأناديك وقت الطعام. عثمان جدي، لكن لا تذهب بعيدا، فهمت يا عثمان؟ أمرك جدي. ولما العجلة؟ نحن بانتظار أخبار من عبد الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ عمر، قد تتحسن الأمور عما قريب. كيف؟ أما سمعت باتفاق الإسبان مع قائد المماليك ضد العثمانيين؟ وعلي بن أحمد في المغرب سلم العرائش للإسبان مقابل قوات تساعده ضد أخيه زيدان، فلم تعد المغرب ومصر أرض مهجر لنا. هيا نتسلق الشجرة لنأكل من أجرفها. لا يجوز الأكل منها بدون إذن صاحبها. المحرم الأخذ وليس الأكل. لا أكل ولا أخذ. لو أكلنا شيئا منه فلن يرانا أحد ولن يعاقبنا أحد. هيا يا عثمان. ما؟ ولكن الله يرى. لا تجد التسلق مثلي. ليس صحيحا. هيا أرنا مقدرتك يا عثمان. هيا. هل اقتنعتما؟ المسلم يجب أن يتمتع بالقوة دوما. أخبرنا يا عثمان، من أين تعلمت هذا كله؟ في المدرسة أم من حديث؟ عثمان،
أبي من علمني. ماذا حدث؟ جدي يناديني، يجب أن أذهب. ربما سوف يرسله إلى الحج. هل تصدق ذلك؟ أحلام عثمان لا تتوقف. ما علينا، سأتسلق الشجرة مثل عثمان. والآن انظر إلي. قل جيدا، وراءك سفر طويل ومشاق كثيرة، ومن الأفضل أن تكون مستعدا. لا تقل شيئا ودعهما يهنأ بطعامهما. إنهما يدركان ما نحن فيه، وقد نصحتهما بالهجرة إلى الحج والعودة إلى تونس لتعليم عثمان، والعودة به عندما تتحسن الأمور. إلى تونس؟ ولكن برأيي من الأفضل التوجه إلى مكة المكرمة. ومن يجرؤ على حملكم؟ اتفقنا مع سفينة إيطالية حتى لا تلحق بنا سفن الملك ولا يتعرض لنا القراصنة حلفاؤهم، ومن هناك نسافر إلى مكة المكرمة. أنت تعلم بقرار الملك في إرسال المسلمين الشباب للعمل في تجديف السفن بالإكراع، ومنهم من أرسل إلى الأرض الجديدة أمريكا ولم يعد منهم إلا القليل. سمعت بذلك؟ كما سمعت أن تونس والجزائر أنهكتهما الحرب فيما بينهما، وأن الأندلسيين في حالة مزرية. إذن إلى منطقة البوسنة والدولة العثمانية، فالسلطان جعل من قبرص قاعدة بحرية وطلب من مصر والمغرب التعاون معه. نصر الله السلطان محمد الثالث. هل تعلم يا شيخ أن الإسبان ذبحوا 110 من كبار علماء غرناطة في سجن محكمة تفتيش غرناطة قبل هرب منها بيوم واحد؟ ساحة باب الرملة لا يخمد أوار نيرانها إما لحرق المسلمين أو لحرق كتبهم. هذا ما سأبحثه مع السلطان العثماني ورجاله. إن شاء الله سأزور المسجد الأقصى، ومن ثم إلى المدينة المنورة لأصلي في الروضة الشريفة، ومنها إلى المسجد الحرام للحج، وأترك عثمان ليتعلم وأعود إن شاء الله. هذا جهاد في سبيل الله. لقد عزمت على الجهاد والحج يا ولدي، وستفوز بإذن الله بإحدى الحسنيين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كما أخبرتك، لقد أخفيت الكتب في كهف مهجور في الجزيرة المقابلة لمدينة المركب. أرسل أخاك أنس ليجلبها لي. صحبتك السلامة أيها البطل، ستعود لنا عالما مثل جدك. نحن بحاجة إليك يا عثمان. شيخ صالح، ادع له أن يكون فقيها مجاهدا أكثر من أبيه. عفى الله عنك، ما يقوم به عبد الله جهاد كبير، وأنت تعلم بذلك، فليحفظهما الله. أستودعك الله. هيا. أريد أن أصبح مثلك ومثل أبي، فقيها ومجاهدا. ستكون إن شاء الله. من فضلك يا جدي ادعو لي أن أكون. ستكون يا ولدي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله. إلى أين السفر شيخ أنس؟ سفر قصير إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أعلم. ادعو لي. أخي أنس، لا تقل السفر. شيخ فراس، كنت دائما مجاهدا ومربيا، علمتنا أن لكل أجل كتابة، وأن رضا الله غاية أعمالنا. أتريدنا ألا نكون من حماة الإسلام؟ رافقتك السلامة. مع السلامة. أستودعك الله شيخ أنس. لا تنسنا من الدعاء. أرجوك يا أخي خذ هذه معك. ما هذا يا أخي؟ بعض المؤونة أعددتها لك. عافاك الله، أنت دائما سباق للخير، نحن أبناؤك وعلينا خدمتك. لا تقل ذلك يا أخي، فكلنا عبيد الله. كلما لقيتك تعلمت منك شيئا جديدا، سأدعو لك ما فيك. هل تعرف طريقك جيدا؟ لقد أصبحت في حدود جبال البصرات. إن شاء الله
الطريق خطرة، لهذا سأسلك الطريق الساحلي، فعيون جند الملك في كل مكان. عين الله تحرسك، توكل على الله، بعد قليل ستكون في أرض الأعداء. الشيخ عمر أخفى كتبه في جزيرة مقابل المنكب. الشيخ عمر من كبار فقهاء غرناطة وأكثرهم علما وصبرا، والكتب بالنسبة إليه كالهواء لا يصبر بدونها، وخدمته جهاد إن شاء الله. سأنقذها بإذن الله، فابنه سيسافر مع عائلته إلى البوسنة ومنها إلى اسطنبول ثم إلى الديار المقدسة. تعرف جارنا أنطونيو في غرناطة؟ حافظ المكتبة في المنكب، يودعون عنده الكتب التي يجدونها في بيوت المسلمين، فيحرقون كتب الشريعة والمصاحف ويحتفظون بالكتب العلمية لينسبوها لأنفسهم. سبحان الله، أنت أعلم بالأحداث منا جميعا. صاحبتك السلامة، في رعاية الله. بارك الله فيك، السلام عليكم. عثمان، هل تنوي أن تذهب للحج بهذه السفينة الصغيرة؟ تستهتر بدل أن تدعو لي؟ يبدو أنك ولد أبلح حتى تصدق جدك بأنه سيأخذك للحج. أنت فعلا ولد مسكين. مصر على السخرية مني؟ انتظر وسوف ترى. أعجبني أنك تسبح جيدا، وهذه مهارة لا تتوفر لدي. المسلم يجب أن يعرف السباحة. ومع ذلك فأنت ولد غبي، أهلك يضحكون عليك حتى آخر يوم ثم يرحلون ويتركونك. المسلم لا يكذب ولو مازحا، جدي قال سأرحل مع والدي. هذه كذبة بيضاء فقط. الكذب هو الكذب. تعال تصارع معي إذا. لا أصارع أحدا. لأنك خائف مني، أنا أصرعك وأنتف شعرك مثلما تنتف أم الدجاجة. أخاف منك أنت؟ هيا. ولكن لي شرط واحد، إذا غلبتك تحفظ سورة الكهف عن ظهر قلب. وإذا غلبتك أنا تطيع أوامري. حسنا، أطيع أوامرك. لا بأ، لنبدأ. والآن قل لي ما رأيك، هل تعترف بالخسارة أم ماذا؟ لم أمسك بك جيدا لأنك كنت مبللا، ولولا ذلك لغلبتك. إياك أن تتحرك. ماذا هناك يا عثمان؟ قلت لك لا تتحرك، هناك أفعى. ماذا؟ أفعى؟ يا رب، يا رب ساعدني، ساعدني رجاء يا عثمان. خالد، أين أنت؟ أين ذهبت أيها البطل الهمام؟ ومتى تسلقت الشجرة؟ الخوف دفعك لتسلقها بسرعة كبيرة جدا. لا تستهزئ بي،
وقائلة أراك تطيل صمتا كأنك قد وقفت على الحساب، فقلت لها أفكر في ذنوب غدت سببا بمعركة العقاب، فليس بأرض أندلس مقام، وقد دخل البلاء وقد دخل البلاء من كل باب. السلام عليكم يا أبي. وعليكم السلام. اهدأ، ما بال هذا الحصان؟ ألم تعلم أن الرأفة بالحيوان من هدي النبوة؟ الحق معك، ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على معاملته. انظر إلى الحدوة مكسورة، لقد حملته ما لا يطيق. إنقاذ المسلمين شغلني والوقت ليس في صالحنا. ما وراءك من أخبار يا ولدي عبد الله؟ هل اتفقت نهائيا مع صاحب السفينة؟ نعم، كان سيذهب إلى الإسكندرية، ولكني قمت بإقناعه حتى يسلك الساحل الجنوبي لأوروبا ومنها إلى البوسنة. أبي، تجتنب قليلا الآن. سيكون معنا عدد من المسلمين الأندلسيين، وربما كانوا من المهاجرين قصرا نحو أوروبا. أتساءل أبي، لماذا لا تأتي معنا إلى الحج؟ القيام بأمر المسلمين يا ولدي مقدم على الحج في مثل أحوالنا. عسى الله أن يكتب لي أجر حج لبيته. جازاه الله خيرا. فلك في شيخ الإسلام ابن تيمية أسوة حسنة، ودورك مع أهل الأندلس لا يقل عن دوره مع أهل الشام. اسمع يا عبد الله، أظن أن السلطان محمد الثالث ما زال يجاهد على مشارف فيينا. إذا لقيته قل له إن الحروب الصليبية عادت مرة ثانية من جيوش أوروبا. ولكنها لم تتجه نحو القدس بل نحو الأندلس. أبي، هل تعتقد أنه سيصلنا قبل فوات الأوان؟ فنحن اليوم لا نحارب الكاثوليك الإسبان فقط، بل نحارب كاثوليك أوروبا كلهم. لقد أغلقوا علينا البر والبحر. أعلم ذلك يا ولدي، وما علينا إلا أن نعمل وندع الباقي بيد الله تعالى. ما أخشاه يا أبي أن يكون كما قلت لك يا ولدي، ما علينا إلا أن نعمل وندع الباقي بيد الله تعالى. عثمان، حصان جاركم يهاجم حصانكم هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا أرنا شجاعتك. يا الله يا ساتر. انتظر يا عثمان، انتظر عثمان، الحق به، الحق به يا عبد الله. تعرض نفسك للخطر يا عثمان، كدت أن تؤذي نفسك، حصاننا شجاع. ولكن ألا ترى بأنه كان مقيدا يا أبي؟ الحمد لله، هذا الولد شجاع حقا، حفظ الله ورعاه. لقد قمت بواجبي يا جدي. اهدأ أيها الحصان، اهدأ، عثمان يحبك، حفظك الله يا عثمان.
هل حفظت شيئا من القرآن اليوم؟ نعم يا أبي، لقد حفظت سورة الرحمن اليوم، دعني أتلها عليك وسترى براعتي في حفظها. ليس الآن يا عثمان، ليس الآن، في المساء إن شاء الله. خذ هذه. حذاء للسفر؟ شكرا. هذا الحذاء سيفيدك كثيرا قبل أن نصل إلى الديار المقدسة. إذا سنذهب هناك قريبا، أليس كذلك؟ قل إن شاء الله. إن شاء الله. انظروا انظروا. عثمان انتظر، خذ هذا لأختك أيضا. سامحه الله. اللهم أتمم علينا نعمتك وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يا رب. اللهم اغفر لي ولذلك. جدتي جدتي عثمان يا ولدي، ادعو لي. أنت بخير والحمد لله، ثق بالله ورحمته. يا رب ساعدني. لا تتعب جدتك. عثمان لا تنسني من الدعاء يا بني، لا تنسني. سأدعو لك ولكل المسلمين خاصة الأندلسيين، عساه يفرج عنهم. إنها بخير، دعها تسترح قليلا. عثمان تعال معي. نادي أعلى عبد الله. أماه أماه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أمي أمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله ما أعلى هذا الصاري. نعم يا عثمان، الصاري والأعمدة الأخرى تحمل الأشرع، فعندما تفتح الأشرع ستدفع الريح السفينة بإذن الله. أبي ما أوسع البحر وما أكثر ماءه، سبحان الله ما أعظم خلقه. لتقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إنه دعاء السفر. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أيها المسافرون سنبحر الآن، ارفعوا الحبال. هيا. لكن أبي لم يقل بسم الله مجريها ومرساها، لما لم يقل ذلك؟ القبطان ليس مسلما، ادعو أنت يا عثمان. ليس مسلما؟ لماذا؟ أين ذهب البحارة المسلمون يا أبي؟ الله أعلم أين هم الآن، ربما في أمريكا. بأمان الله. بأمان الله. بأمان الله. بأمان الله. مع السلامة. مع السلامة. هي التي اكتشفت عام 1492؟ نعم، والآن هي بنا إلى قمرتنا. يا رب أدرك بخيرك خير الله أندلسا، إن الطريق إلى من جاتها درسا، وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. خذي شيئا من الملح فقد يخفف عنك دوار البحر. لا بأس، شكرا، بارك الله فيك
قلة النوم تسبب الصداع، حاولي أن تنامي وسوف ترتاحين إن شاء الله. سأصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا على سنة رسول الله في السفر. شكرا، شكرا لكم. أهي مريضة كجدتي؟ لا لا تقل ذلك، شفاها الله. ليست مريضة مثل جدتك، ولكن اهتزاز السفينة أصابها بصداع ودوار. ما أعذب حديثه، حفظه الله ورعاه وأقر عينك به وجعله من الصالحين. سيصبح حاجا منذ الصغر. إلى أين تذهبون؟ غادرنا منازلنا في جبل البشرات، أسأل الله القبول. إن شاء الله يا ابنتي، أتمنى لكم التوفيق. أبو عثمان سيسير بنا برا من البوسنة إلى إسطنبول، ومن هناك إلى القدس، ثم المدينة المنورة، وأخيرا مكة المكرمة. بالتوفيق يا حاج عثمان. كنت أخشى المرور عبر السهول حتى لا يكتشفني جنود الملك، فخرجت عبر الجبال من جيانة حتى المنكب. أما أنا فقد قتلوا زوجتي وأطفالي ذبحا، ولما عدت وجدت اثنين منهم فأعانني الله عليهما وقتلتهما وجئت فورا. لقد فقدت الأمل في الأندلس ولم يبق لي فيها أحد، فإن وصلنا بتوفيق الله إلى مكة المكرمة فسأقيم فيها إلى أن يتوفاني الله تعالى. نرجو من الله أن يحسن خواتمنا. ما زلنا في منطقة الخطر، والقراصنة في كل مكان يقتلون المسافرين المسلمين وينهبونهم، ثم يأخذون جوائز على ذلك من الكنيسة. لو قدر الدولة العثمانية الوصول إلى سواحل شمال إفريقيا لما خشينا أحدا إلا الله. ما أصابنا هو من عند أنفسنا يا أخي، تركنا دين الله وانصرفنا إلى الرقص والغناء والفجور. دول طوائف يستنجد بعضها بالأعداء على بعض فيقضون على إحداها ثم يقضون على الأخرى. قتال بين الأخ وأخيه. لو كنا على قلب رجل واحد كما فعل المسلمون أيام الصليبيين لهزمناهم شر هزيمة. أين أنت يا صلاح الدين؟ يا رب، ما العمل الآن؟ دوراني وأنا ولم أستطع أن أخرجها. ما هذا؟ ما الذي هناك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله، ما بال العربة؟ ألم تستطع إخراجها؟ حاولت بكل قوتي ولكني لم أستطع. لا عليك، سأخرجها بإذن الله. أنت أيها الشيخ، لا شكرا، ولكن الأمر يحتاج إلى قوة كبيرة. قوة المسلم في إيمانه وعقله ثم في عضلاته. صدقت، ولكني أقوى مصارع، والكل يخافني حتى جند الملك، وكلما جاء مصارع استدعوني لأسرعه، وهذا الأمر يحتاج إلى قوة بدنية فقط. اشرب جرعة ماء أولا واستعن بالله. أعرف بأنك مسلم، وإن أظهرت النصرانية فلا تخف مني. اسمي محمد، ولكنهم ينادونني مانويل. ما أعذب هذا الماء. اشرب ما شئت واشكر الله. بارك الله فيك وحفظ لك أولادك. لم تقل من أين جئت بهذا الماء. من نبع لان خرون. لا تخبر أحدا فيعرفون أنك قادم من البشرات. لو لم أعرف بأنك مسلم لما قلت قبل أن أحاول إخراج عربتك. قل لي يا أخي، هل الطريق آمنة إلى المنكب؟
رأيت الجنود يتجهون غربا ربما نحو ملقة. اسمع يا محمد، لا بأس أن تخفي إسلامك، لكن لا تنسى أداء الفرائض ولو سرا. كن عونا لإخوانك المسلمين الهاربين بدينهم، فإنك بذلك تجاهد جهادا كبيرا، وإن لم تفعل فسيحاسبك الله حسابا عسيرا. إن فعلت كما قلت أدخل الجنة بإذن الله. سأكون عند حسن ظنك، ألا تحتاج إلى المساعدة؟ قضيت عمري أتنقل من قرية لأخرى داعيا لله، أما زالت المنكب بعيدة؟ كلا، انظر قمة المئذنة هناك. الحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى حسن التمام وحسن الختام. الآن سنحاول إخراج العربة. هل أنت جاد فيما تقول؟ طيب هاتي لنرى. اللهم أعنا يا معين، علينا أن نتوكل على الله دائما وأبدا. صدقت ونعم بالله. أريد حبلا قويا وعمودا طويلا، فالعربة ثقيلة. ماذا تريد؟ الحبل موجود والعمود موجود، سأرى ماذا تصنع. ألا تريد مساعدتي يا أخي؟ طبعا يا أخي. المسلم يا أخي عالم وعابد، ونحن في هذه البلاد وضعنا قواعد العلوم الحديثة. العلم والعبادة ما أجملهما من خصلتين. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والآن يا أخي عندما أقول لك هيا تدفع العربة بقوة، اعتمد على الله تعالى، هيا الآن. يا رب. يا الله يا رب. يا معين يا الله، توكلت على الله، هيا. هي أخرجناها، خرجت، أخرجناها يا شيخ، بارك الله فيك، يا لك من عالم مؤمن، شكرا جزيلا يا شيخنا. أريد قطعة أخرى من الحلوى. يكفي، الحلوى الكثيرة تجعل الهضم عسيرا. تأخذ هذه وأعيدها. أعيدها بسرعة. شكرا يا أحسن أم. ماذا تفعل يا بني؟ أصطاد سمكا، سمكة كبيرة تكفينا جميعا. بهذا الخيط ستصطاد سمكة كبيرة؟ لقد وجدت سنارة فربطتها بالخيط. ولماذا لا تصطاد حوتا؟ أبي الخيط يتحرك، لكن لما توقفت الحركة؟ لا لم تتوقف بعد، انظر لقد اصطدت سمكة. اسحب الخيط بهدوء. سوف أحاول ذلك يا أبي. هذا الخيط لا يصلح للصيد. الخيط طويل. هيا 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 هيا. لقد انقطع الخيط، هذا مؤسف. سنذهب إلى بيت عمتك، وصلنا إن شاء الله. وأخي أين هو الآن؟ وصل مكة المكرمة؟ لا أظن أنه وصل الآن، الطريق طويلة وشاقة. يا
أم عمار. أهلا أهلا أخي. سلمى معك؟ تفضلا. شكرا. جاءني خطاب من أهل مرسية سأحضره. سأترك سلمى معك. تعالي يا سلمى تعالي. هذا ابني عمار. سأذهب لصلاة الظهر في المسجد وسألقى الرجل هناك إن شاء الله. سلمي على أبي عمار، ربما أحضر غدا. اعتني بالأولاد. مع السلامة. تبدو وكأنك ذاهب إلى معركة. أم عثمان، يا أم عثمان. ماذا؟ أين عثمان؟ لا أدري، لربما خرج يتنزه قليلا. الساعة. حاولت النوم فلم أستطع، لذا خرجت لرؤية النجوم. اشتقت لجدي وأختي. كن رجلا يا عثمان. ألم تشتق لهما؟ كلما تذكرتهما تدمع عيناي. كيف لا أشتاق لوالدي وابنتي؟ أبي انظر، انظر بديع خلق الله، هذه النجوم المتناثرة والقمر ومجموعة نجوم درب التبانة، كلها تدل على خالق مدبر واحد. هذا كله جعلني أتذكر أني عبد الله وأني سأكون بعيدا عنكم بعد أن تتركوني في مكة. فبكيت. هذا من دلائل الإيمان بالله يا بني، ومن دلائل فطنتك، فأنت من أولي الألباب إن شاء الله. هيا، أمك قلقة عليك، لنعد كي تطمئن عليك. أين المساجد التي كنت أعرفها؟ لقد هدموها جميعا، قاتلهم الله. كنا نحن نحافظ لهم على كنائسهم. يا الله، أنطونيو كيف حالك؟ الشيخ أنس، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد جئت لزيارتك، منذ مدة طويلة جدا لم أرك يا أنطونيو. ما بك؟ لولا أن يدي متسختان لعنقتك يا عزيزي الشيخ أنس. لا عليك، هيا وستعرف بأني أقوى منك رغم كبر سني. كيف وصلت إلى هنا؟ لا تخاف جند الملك، إنهم لا يرحمون شيخا مسلما ولا امرأة ولا طفلا. كنت دائما أقول لك المسلم لا يخاف، وأنت ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كنت تقول إنك ستسلم، ماذا جرى من بعدنا؟ يا شيخ أنس أرجوك لا تذكرني بذلك. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لم يحفظوا لنا عهدا فهم لا إيمان لهم. أحمد الله أنك خرجت قبل فوات الأوان، وإلا لأصابك على أيديهم المكروه. يا شيخ، هل تفضل الحمام أم الطعام؟ أستحم أولا، ولكن ما هذه الكتب الكثيرة؟ ما عهدتك تقرأ كثيرا، هل أصبحت أمينا لمكتبة الكنيسة؟ نعم، لكنني لا أستطيع إعطائك منها أي كتاب، فهي محسوبة. لن أحرجك، ولكن هل تحملني إلى تلك الجزيرة المقابلة لأكون لك من الشاكرين؟ أحملك حيث تريد، لكنها
جزيرة مهجورة ولا أحد فيها. أنا أعرف بأنها مهجورة ولا يذهب إليها أحد، ولذلك أريد الذهاب إليها. لكنني سمعت أن فيها كتبا قيمة كهذه. خسارة إذا وصلوها. فعلا فيها كتب قيمة جدا، تحملت المخاطر الكبيرة للوصول إليها، أسأل الله العافية. لقد نبشوا الحجر والبحر ولم يتركوا شيئا. سأذهب. هل ستعود؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى. الجزيرة ليست بعيدة من هنا على كل حال، سأحملك إليها ثم أعود. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سأحضر لك عصيرا، هذا موسم الكرز. أحب عصير غرناطة اللذيذ. ركبتاي السن يا شيخ أنس. لست مرتاحا من هذا القبطان، أخشى أن يغدر بنا كما غدر أمثاله بمهاجري غندا، أخذ أموالهم وباعهم للقراصنة. كان يجب أن نصل منذ فترة. لن يستطيع فعل شيء بني، لأني لم أعطه كامل الأجر. إنه إيطالي، لا علاقة له بما يجري، والإيطاليون يخشون سطوة العثمانيين. انتبه إلى درس أبيك يا عثمان. أبي انظر هناك. الدلافين مخلوقات ذكية، ولكن الدلفين أكبر من هذا. هذه كبيرة ولكنها بعيدة. الإنسان أذكى منها بكثير، أليس كذلك؟ العقل نعمة من الله، وهبها للإنسان وأرسل له الرسل لهدايته والكتب لاتباعها، ووهبه الإرادة. لا يا عثمان، ابتعد عن السور. قراصنة، سفينة قراصنة تتجه نحونا. انطب بنا يا الله. اللهم نجنا من المهالك. يا ساتر يا الله يا ساتر. لا تخافوا، لا تفزعوا بحار. زق ناقوس الخطر. ايها البحار اسرعوا، ارفعوا الاشرعة، هيا بسرعة، هيا تحركوا. كان الرجل محقا. عثمان كن مؤمنا، لا تفزع يا بني، وثق بالله. إنهم يقتربون منا كثيرا، انظر ماذا يفعل المجدفون، هيا تحرك. لا تخافوا، أريحوا معنا، ولن يصيرنا على الغاد أبدا. الرياح لصالحهم كما هي لصالحنا أيضا، إنه يهدي ولا يعرف ما يقول. هل هذا محاق؟ ليلة حاسمة. أمرك سيدي. لماذا لا تسرع السفينة؟ أخبرني. المجدفون مرهقون. مرهقون؟ لا يعرفون إلا الأكل والشرب والنوم، كسالى لا ينفعون لشيء. اجلد كل ما لا يجدف بنشاط. طبعا السفينة ليست سفينتهم. اسمع، خذ كافة المسافرين الشباب ليجدفوا معهم، لا تسمح لأحد بالتوقف عن التجديف حتى الغروب. ألا يكفيهم بأني أنقلهم على سفينتي وأخلصهم من الموت كذلك؟ كل من لا يتعاون معك اجلده ولا ترحمه. هل كلامي واضح لكم جميعا أم أعيده عليكم مرة ثانية؟ هيا بنا إلى القمرة، سيأخذوننا إلى التجديف، ابقوا هناك ولا تخرجوا، اعتصموا بالصلاة والدعاء. هذه السرعة لا تكفي، هيا أسرعوا أسرعوا، اقتربنا منهم، هيا سنأخذ أموالهم ونقتل كل من يحاربنا، ثم نأخذ الباقي ونبيعهم للكنيسة. سيدي سيدي،
السفينة تبتعد عنا، إنهم يجدفون بسرعة فائقة. ما العمل يا سيدي؟ لن يفلتوا، أنتم أغبياء، كلكم أغبياء. هذه ليست سفينة شحن، من المؤكد أن المسافرين يجدفون، لكن هذه بشارة لنا، إنهم أغنياء وسنصبح أغنياء. هيا جدفوا، هيا رجال، هيا تحركوا، هيا استمروا بالتجديف، استمروا بالتجديف، جدفوا بقوة. هيا سيدي، هناك بحار يرفض التجديف. اقطع عنقه الآن. ماذا؟ لا تتأخر، اجعله عبرة لمن يعتبر. كلهم سيخافون بعد ذلك. هلا 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 ما الذي حدث؟ لقد انكسر المجداف. قوة التجديف أكبر من قدرة المجداف على التحمل فانكسر. أصلحوا فورا، وأنتم استمروا، عودوا كما كنتم. أحضر الحناف الاحتياطي، أنت قم وتحرك. أي أمر، قم وتحرك. ألا تسمع؟ اقتربوا منا كثيرا يا لطيف. يا رب ساعدنا، هيا بنا نتسلح ونموت شهداء. هيا يا اخوتي. كفى، قلت لكم اصمتوا، لا اريد ان اسمع صوتا منكم. ستغيب الشمس عما قليل ولن يرونا بعد ذلك. هيا كل الى مكانه، لا اريد رؤية احدكم هنا. اطفئوا المصابيح، لا تشعلوا اي مصباح مهما كان السبب. هل كلامي مفهوم لكم؟ هيا تحركوا. قبطان، اسمعني جيدا ايها القبطان. امرك سيدي، ماذا تريد؟ قلت لا خطر من سفينة القراصنة هذه، ولكنها الان ثلاث سفن لا واحدة، فما العمل؟ قل لي ايها القبطان. اعرف، ولكنني اريد تهدئة المسافرين. اظنك تعلم حقيقة الوضع جيدا، اننا في خطر كبير. عن اذنك. عثمان سينظر ما هناك ويعود. عثمان، ماذا يجري؟ هل من جديد؟ ثلاث سفن من القراصنة تلاحقنا الآن، لقد رأيتها بعيني. سأرى بنفسي. أنا متشائم، هل سنبقى مكتوفي الأيدي هكذا؟ لا شك أنهم قريبا سيلحقون بنا. عثمان، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذا جاء أجلنا ونلنا الشهادة فهي نعمة من الله. الجنة يا ولدي أسمى أمانينا، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وتب علينا. ماذا يفعل هؤلاء؟ هذه سفينة أم زورق نهري؟ مجدفون أو غاد، سأعطيهم درسا قاسيا. قبطان، ثلاثة من المجدفين أغمي عليهم. إلى جهنم. كما ترى، فقد أدركنا الظلام سيدي، إذا لم نلحق بهم الآن سيهربون عنا. يجب أن تسرع، وإلا فقدناهم، لن نستطيع رؤيتهم. لا، لن يفلتوا منا، سنتابعهم حتى الفجر. اغرب عن وجهي، هيا اغرب. ما رأيك يا عبد الله؟ أرى في الأمر خيانة كبيرة. لا أعتقد، لأنهم يحاولون جهدهم. حاول أن تهدئ النساء والأطفال، يجب أن يناموا. أمامنا يوم عصيب وشاق،
سنحاربهم فإما نصر وإما شهادة. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هيا إلى القمران. هل اقتربوا منا؟ في الواقع ليسوا قريبين جدا، ولكنهم يقتربون. لا أعتقد أننا سنفلت منهم، لأن الشمس ستشرق قريبا. كنتم تجدفون طيلة الليل، فالتعب باد على وجهك. لو لم نساعدهم لكنا في قبضة القراصنة الآن. لقد قررنا فيما بيننا أن نهرب بالقوارب قبل أن تلتحم السفن ببعضها وقبل أن تشرق الشمس. ولكن هل سننجو يا أبي بالقوارب؟ إن شاء الله. المسافرون الذين جاء دورهم للتجديف إلى أماكنهم بسرعة. أبي لا تذهب أرجوك، ابق معنا. لا بني، كيف لا أذهب؟ إن بقيت هنا مؤكد سيمسكون بنا. أقصد قبل الأوان. وماذا عن الريح؟ هل هي قوية؟ نعم سيدي، لأن موج البحر أشد من الأمس. هذه بشارة خير. إذن لدينا أمران يعملان لصالحنا تماما. إذا اشتدت الريح وهبت عاصفة فلن يلحقوا بنا لأن أشرعتنا قوية. وأما الأمر الثاني فهو الضباب طبعا. يا رب أنقذنا من هؤلاء الأنذال ولا تقعنا بين أيديهم أبدا. أما أنت فاذهب وقل للمجدفين بأن يجدفوا بقوة. هيا. الله سبحانه وتعالى. الله أنطونيو، أنطونيو، أما زلت نائما؟ ألم تقل إن الذهاب إلى الجزيرة والعودة يستغرق يوما كاملا؟ كان من الواجب أن نكون الآن في البحر، أليس كذلك؟ هيا انهض أنطونيو، كفاك نوما. إنه خطأي أنا، خطأي لأنني وعدتك. أنتم المسلمون تنهضون قبل طلوع الشمس. لن نذهب إلى الجزيرة اليوم، فعد إلى النوم. كارثة يا شيخ، لن نذهب. ألا نذهب اليوم؟ لا تقل ذلك أنطونيو. نعم لن نذهب. انظر أولا من النافذة بدل أن تقوم بإيقاظ عجوز مثلي. ما الأمر؟ الضباب، ضباب كثيف، ألا تراه؟ ما بك يا شيخ؟ لن تجد مجنونا يرافقك هذا اليوم في هذا الضباب أبدا. ادع ربك كي يجلوه غدا. دائما أقول إن السفر برا
خير وأفضل بكثير من ركوب البحر. هاي المجاديف ضربت بعضها ببعض، لن تفلت منا أيها القبطان الغبي الذي انفعك الضباب. تكسرت المجاديف، احذروا يا رجال. الآن جاء دور المعركة، نادي على المجدفين جميعا، وزع الأسلحة عليهم. هل تستغفروننا؟ هل لأننا مسالمون؟ نريد حقنا الآن. نريد القبطان. أين القبطان؟ احذر لهم يا خائن، كلكم ملة واحدة. انظر، ثلاث سفن تحيط بك، سلمنا ما عندك وتنجو. هجوم. هيا اسرعوا، سنغادر. هيا اذهب، ماذا تنتظر؟ هيا اذهب. لكن ابي، امي. تعال يا ولدي، الجرح عميق يحتاج إلى ما أربطه به. أعطني حزامك، أسرع يا بني أسرع، ضعها جيدا فوق الجرح، ضعها فوق الجرح مباشرة. أكثر أكثر. اعصب الجرح جيدا حتى لا يصيبه ماء البحر المالح. يا رب ارسل رياحا تبدد هذا الضباب كي نعرف اين نتجه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. Oh, my God.
غادة الشب. سأقضي طيلة الليل في هذا البحر الرهيب. ساعدني يا رب، ساعدني. الظاهر أنني نمت. لكن الظلام ما زال. ما الذي أيقظني؟ الحمد لله على كل حال. سبحان الله، السماء صافية والصمت في كل مكان. هل أصلي الفجر الآن أم أنتظر قليلا؟ أبي، أمي، أين أنتما الآن يا ترى؟ لقد اشتقت لرؤيتكما. أرجو الله أن تكونا بخير. أتمنى أن أراكما قريبا. يا رحيم يا الله، ألطف بأمتك، إنك على كل شيء قدير يا الله. يا لطيف، سمك القرش. يا الله، ذهبت. وإذا رجعت مرة ثانية ماذا أفعل؟ يا رب، أنا أخاف من القرش، أبعده عني يا رب. يا ترى كم بقي للصباح؟ الجو حار، كأنني في فرن. أنا أحس بالعطش. البحر هادئ اليوم، سأشرب قليلا منه. يشبه ماء غرناطة أبدا. لا أرى سوى البحر والسماء، لا شيء آخر. البحر وأنا فقط. إلى متى؟ أموت في البحر عطشا. لكل أجل كتاب، ولن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها. يبحثون عن أسماك. الله أكبر، ليتني أسبح إلى هناك. لكن يبدو أنني أولوث.
يا الله، كيف أصعد إلى القارب مع هذه السمكة؟ فكرة. يا رب، ألف شكر لك، أنت تطعمني وتسقيني. يا رب شكرا. يا شيخ، لو هبت عاصفة الآن ستقضي علينا. لماذا؟ نحن في منتصف المسافة بين الساحل والجزيرة. أنت مؤمن، أدعو ربك ليؤخر العاصفة. إنك متشائم جدا، تفاءل بالخير دائما. الجو دافئ جدا والماء دافئ. سبحان الله يا أنطونيو، الأمس كان عاصفا واليوم كل شيء هادئ. انظر، سفينة. لو لم تكن سفينة قراصنة لما أبحرت الآن. أنطونيو، ما رأيك ترى، هل سيقوم القراصنة الإسبان بالهجوم علينا؟ لا يهمهم أمرنا، لا ذهب ولا مال ولا رجال، إنهم يبحثون عن سفينة شحن أو ركاب. انظر يا عثمان، تصور نفسك أكلت سمكة مشوية. أقل الحمد لله. ما رأيك يا عثمان؟ نشعت طوالنا. الله أكبر، سفينة. لو أجعلهم يرونني سأنادي عليهم. يروني من هناك. يا رب اجعلهم يروني. ولكن لعلها سفينة قراصنة. أفضل الموت مع القرش على أن يقتلني القراصنة، لكن ربما وجب فيهم رحيم واحد. لكن إذا كنت لا أراها من هنا وهي كبيرة، فكيف سيرونني وأنا صغير؟ أسبح إلى هناك. لو أكلت سمكة أخرى. الحمد لله، رجلي سليمة. إذن لم يكن قرشا. لكن لو جاءني قرش ماذا سأفعل؟ العودة إلى القارب يا عثمان. هيا. الله، لقد صليت الفجر قبل قليل، أنت لا تمل الصلاة. يا أنطونيو، لن تعرف حلاوة الصلاة، إنها لقاء بين العبد وربه. وهل يمل الحبيب من لقاء حبيبه؟ فلو أنك أسلمت لعرفت حلاوة الصلاة. لم أعد أرى السفينة. يا الله، لو ترسل لي سفينة أخرى. لو كانت لي أجنحة مثل هذه الطيور، لكنها لا تطير بعيدا، طبعا لأن أعشاشها على الساحل، وعندما يحل الظلام ترجع إلى أعشاشها.
ها هي تتجه إلى هناك. إذن الساحل من هنا. الله أكبر الله أكبر، هذا قارب قريب. الحمد لله الحمد لله، هذا قارب قريب. يخرج صوتي، ساعدني يا رب. صوتي لا يخرج من الفرح، أكاد لا أسمع نفسي. يا رب ساعدني، يا رب أعد لي صوتي. أنطونيو، أنطونيو، في أي اتجاه أبحرت في القارب وأنت نائم؟ وهل تركتني أنام طيلة اليومين الماضيين؟ توقظني مع الفجر وكأنني مسلم. سامحني فقد اعتقتك، هات المجاديف لأجدف عنك. أظن أن هناك شخصين في القارب، عونك يا رب، اجعلهم يروني. سأصرخ مرة ثانية، سأصرخ بكل قوتي، ولكن وإذا لم يخرج صوتي ماذا سأفعل؟ سوف أحاول. أنا تعبان، يجب أن لا أرهق نفسي. يا الله، أين القارب؟ سأحاول ثانية. ماذا تريد يا شيخ؟ أريد أن أنام. انهض يا أنطونيو، انهض. أسمع صراخ فتى، اسمع الصوت، إنه آت من هناك. هاتي يدك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت بخير، اهدأ لا تبكي، الله أنقذك، الله سخرنا لإنقاذك. أنطونيو هاتي الماء من فضلك، فالفتى عطشان، هيا ناولي إبريق الماء، إنه هناك. تفضل اشرب الماء. هيا اشرب على مهلك يا بني، على مهلك، على مهلك. ما أجمل تحاببكم. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فلنتابع طريقنا. يجب أن نتعرف على هذا القارب، فقد نعثر على اسم السفينة عليه. دان 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 دانيكا. تعرفه؟
دندنيكا هذا اسم سفينة إيطالية أبحرت منذ أيام ولحقت بها سفن القراصنة. هل ننطلق على بركة الله؟ الفتى سيخبرنا كل شيء حالما ينهض من نومه. أرجوك أنطونيو ابقى أنت مع الفتى، ربما يخاف من الوحدة حين ينهض من نومه. لكن لن تجد الكهف وحدك. اطمئن، تبدو الجزيرة أكبر مما توقعت. يا الله، ما هذا؟ آثار أقدام كثيرة على الجزيرة. ما الذي جاء بها إلى هنا؟ لطفك يا الله، لطفك يا رب العالمين. يا رب، يا معين. تعدي، هيا. لقد وصل الأوغاد قبلي إلى الكتب، يبدو أنني تأخرت كثيرا. هل عثروا على الكتب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا؟ أحرقوا كل شيء؟ ماذا سيقول شيخ عمر الآن؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اهدأ يا ولدي، اهدأ، اهدأ، أرجوك فلتهدأ يا بني، فهذا الرجل صديقي. ليس كل الإسبان قراصنة يا بني. أنطونيو قلت لك أن تهتم به. أدري، ولكن كنت أتساءل، هل هو طفل مسلم أم طفل نصراني؟ هذا كل شيء. يا أنطونيو لا تكن غبيا هكذا، ألا يمكنك أن ترى نور الإسلام على وجه هذا الفتى؟ على وجهه، كيف ذلك؟ المسلم يعرف المسلم دائما، فراسة المسلم لا تخطئ. دعنا من هذا الآن، ماذا عن الكتب؟ الكتب إنها عدوة الجهلة، أحرقوها كلها. لا تذكرني بشيء الآن أنطونيو، تعال نسمع من هذا الفتى حكايته. الغيوم مرة ثانية. ما بها الغيوم أنطونيو؟ أخبرني، ما بها؟ كيف سنهتدي إلى الساحل؟ الرؤية صعبة، كيف نتجه بلا نجوم ولا قمر؟ أنطونيو توكل على الله، ستكون سرعتنا كبيرة إن شاء الله، فنحن الآن ثلاثة. خطرنا بأنفسنا طيلة هذه الأيام ولم نحصل على شيء. لا شيء؟ وهذا الفتى هنا، إنقاذ حياته لا شيء؟ لو تعلم يا أنطونيو بأن إنقاذ حياة هذا الفتى
قد يكون لنا وقاء من النار بإذن الله. آه لو كنت مسلما يا أنطونيو لعرفت حلاوة الإيمان ولعرفت حب المسلم لأخيه المسلم. كيف حالك أيها البطل؟ بما تفكر بأبيك وأمك؟ تفاءل، ربما كانا يفكران بك كما تفكر بهما أيضا. تحمل وكن صبورا يا بني، ودع الأقدار بيد الله. القراصنة قتلوا من في السفينة. لا تفشك رجلا في المحن، القراصنة خبثاء ولكنهم ليسوا أغبياء، لن يقتلوهم. أتعرف لماذا؟ لأنهم يبحثون عن المال والمجوهرات فيهربون بها. اسمعني، القراصنة هنا في البحر المتوسط، أصبحوا يخشون الأسطول العثماني، فالعثمانيون بدأوا يطاردونهم. ولو وجدوا سفينة قراصنة بها مسلمون سيأخذون القراصنة وسفينتهم إلى اسطنبول ليلقوا جزاءهم العادل. المجرم لا يخشى إلا القوة، ولهذا قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تعلم بما أفكر، سفينة هؤلاء المساكين تاهت في البحر وعادت إلى هنا دون أن يعرف قبطانها. نحن أيضا ابتعدنا للسبب ذاته، ربما شاء الله لنا ذلك لإنقاذ هذا الفتاة. أقدار الله يا أنطونيو، إنها أقدار الله. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. وهل هذا كله من تعاليم نبيكم يا شيخ؟ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. التزامنا بالكتاب والسنة جعلنا نتفكر في خلق الله المنظور، فنتعرف على العلوم كلها، حتى غدت الأندلس حاضرة العلم في العالم بلا منازع، بينما أنتم تحرقون الكتب. استعن بالله، من أين أنت؟ قد أعرف بلدتك، فأنا أجوب الأندلس باستمرار، فأخبرني من أين أنت يا بني. غرناطة. غرناطة سكنت فيها. حقا؟ هل تعرف الشيخ عمر؟ أنا أعرفه جيدا، الشيخ عمر صديقي وقد أرسلني في مهمة. الشيخ عمر جدي. حقا؟ هي. ما أعظمك يا رب، أنت ابن عبد الله، أنت عثمان، عثمان حفيد الشيخ عمر. الحمد لله الذي أقر عينه بك. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. الحمد لله. هذا عثمان الأندلسي، فلننطلق على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. منذ عثمان وخالف الأقران كان فتى منورا بمنهج القرآن بمنهج القرآن. عثمان كان صابرا ومؤمنا مثابرا شد الرحال سافرا في رحلة الإيمان. منذ وعثمان وخالف الأقران كان فتى منورا بمنهج القرآن. عثمان في سفرته يسعى إلى نيته لم ينس في محنته أن يسأل الرحمن. منذ وعثمان وخالف
الأقران. كان فتى منورا بمنهج القرآن. يا رب يا لطيف يا بر يا رؤوف، أنت الذي تنقذنا من خطر القرصان. منذ وعدنا وفارق الأقران، كان فتى منورا بمنهج القرآن. يا خالق البرايا يا وافر العطايا، أنقذ أبي وأمي من أي سوء كان. وفى زاد الزاد وزاد، وتوجه للقلب ونادى. وفى زاد الزاد وزاد، وفى زاد الزاد وزاد، وتوجه للقلب ونادى. وفى زاد الزاد وزاد، الزاد تزود أذواقا مما خف ومما راق. الزاد تزود أذواقا مما خف ومما راق. وفى وفى وزاد، وفى وزاد، يبقى في الفكر وفي الذهن ملء السمع وملء العين. يبقى في الفكر وفي الذهن